بعد 9 سنوات على اندلاعها، كيف تبدو ثورة 11 من فبراير؟ شباب الثورة وهم يحتفون بها، كيف ينظرون لآفاق ثورتهم؟ هل يمكن للثورة تجاوز ما تواجه البلاد؟ أهلا بكم. الذكرى 9 لثورة خرجت على الحاكم المستبد وعبرت عن إرادة الناس ضد طغيانه فانقلب عليها. ثورة مطالبة بالخبز والعدالة والديمقراطية، وكان شعارها السلمية. تزدهر الثورة في ذكراها هذه بأرواح الأحرار وهم يتطلعون بمسؤولية تاريخية للحظة المصيرية التي تعيشها البلاد. ماذا بأيديهم لمقاومة التجريف الذي تعيشه الدولة؟ الثوار الذين ملأوا ساحات التغيير وهتفوا برحيل النظام يعيشون اليوم وضعاً كبلادهم عقب تحالف الأنظمة المستبدة والثورات المضادة. ماذا تحقق خلال السنوات 9؟ وإذا ما كانت تعيشه الثورة الآن لحظة انكسار، فهل هي طبيعية بالنظر إلى مسار الثورات العالمية؟ هل يمكنها النجاة مما يحاط بها من حرب داخلية وخارجية؟ تسع سنوات منذ اندلعت شرارة الثورة اليمنية مرت خلالها البلد بمنعطفات مختلفة صعودا وهبوطا. 11 من فبراير من العام 2011 لم يكن يوما عاديا في تاريخ اليمنيين، إذ حمل معه ميلادا جديدا للبلد التي كانت توصف باليمن السعيد. في ذلك الموعد كانت واحدة من أمان اليمنيين المستحيلة تتحقق رأي العين، فحكم نظام علي صالح الذي استمر 33 عاما كان قد ذهب إلى غير رجعة عقب ثورة شعبية سلمية شارك فيها الملايين. رفعت الثورة شعارات الحرية والديمقراطية والتوزيع العادل للسلطة والثروة، ووضعت قدم اليمنيين الأولى في طريق التغيير لبناء الدولة المدنية. وبينما كان اليمنيون يحتفون بتحقيق أول الأهداف في سبيل الانتقال الديمقراطي، وظف نظام صالح كل إمكانياته لإجهاض عملية التغيير، وعلى المستوى الإقليمي لم تأل السعودية أي جهد لإجهاض نموذج الثورة، ابتداء بالمبادرة الخليجية وليس انتهاء بالتدخل العسكري ومحاولة تقسيم اليمن الواحد. لم يحقق أي مطلب من لنا من ثورتنا، بس وصلوا أعداء الثورة وصلوا حقهم الحرب وحولوها من حرم المسيرات السلمية واحتجاجات ومطالبات سلمية إلى حرب وطحن البلاد. وعقب الانقلاب والحرب والتدخل الخارجي، وهي عوامل أفضت مجتمعة لانهيار الوضع، وجه السؤال البديهي لشباب الثورة: أهذا ما وعدتمون به؟ يجيب الثوار بأن ثورتهم قدمت مخرجات الحوار الوطني ورسمت صيغة متكاملة لمصفوفة الانتقال السلمي للسلطة، كما تأهبت البلاد حينها للدخول في مرحلة انتقالية تضمن تحقيق المواطنة المتساوية لجميع اليمنيين. والحقيقة أن هناك مغالطات منطقية بسوء نية أو حسنها تريد تحميل ثورة فبراير مسؤولية ما قام به أعداؤها، متجاوزين حقيقة التآمر المحلي والدولي من قبل الثورات المضادة والتي كانت تقف على رأسها السعودية والإمارات. لم تكن الثورة يوماً اختياراً أو حركة مفتعلة، بل قدراً تخطه الشعوب لحظة احتقان للظلم والفساد والاستئثار بمقدراتها، وهكذا كانت فبراير. تأتي هذه الذكرى بعد يعني محكات كما قلت لك وعواصف كبيرة حصلت في تاريخ اليمنيين، لكنها ستصل في نهاية المطاف إلى أهدافها سلماً أو حرباً. مشروع المقاومة الذي أعقب الانقلاب يعد هو ما تبقى من فعل قوى فبراير في المشهد اليوم، لكن الفرق أن أعداء مشروع فبراير اليوم ينسجون تحالفاتهم داخلياً وخارجياً عبر دعم مشاريع الميليشيات والفوضى وتقويض مشروع الدولة الاتحادية. أما موقف هادي والقوى السياسية بجانبه في الرياض من هذه المشاريع الرجعية فيراه البعض تواطؤاً مباشراً معها عبر شرعنات تحركاتها على الأرض اليوم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مأرب الضبط في الجيش الوطني
السيد عنتر الذيفاني، أرحب بك سيد الذيفاني. إذن لو بدأنا بأسباب الثورة بداية، هل كانت الثورة عبثية واعتباطية؟ لماذا قامت الثورة بالضبط من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم، ونبارك لشعبنا ونهنيه بحلول الذكرى 9 لثورة 11 من فبراير. هذه الثورة السلمية التي لم تأتي عبثا ولم تأتي هكذا يعني كردة فعل، إنما كانت نتاج نضال سلمي استمر سنوات وسنوات من أجل أن يخرج الشعب إلى بر الأمان، ومن أجل أن يجد الشعب دولته المتمثلة في قيم العدل والمواطنة المتساوية. فحينما وصل الأمر إلى الانسداد السياسي هب الشعب في هبته الشعبية التي توجت بعد ذلك بثورة 11 من فبراير. هذه الثورة كانت ضرورة ملحة، ضرورة تاريخية في مرحلة من مراحل التاريخ التي خرج فيها الشعب اليمني في كل محافظات الجمهورية، خرجت الملايين، لم تخرج المئات ولم تخرج العشرات ولم تكن انتفاضة، بل كانت ثورة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان، ثورة من أجل التغيير إلى الأفضل، ثورة من أجل الحياة الكريمة، ثورة من أجل أن يجد الإنسان فيها حريته وكرامته، من أجل ترسيخ قيم العدل والمساواة والمواطنة المتساوية. فكانت هذه الثورة ضرورة ملحة، انتفض الشعب اليمني وخرج من كل محافظات الجمهورية من أجل أن يجد الحياة الكريمة، ومن أجل أن ينتقل انتقالا سياسيا سلميا ليعبر بعد ذلك هذا الانتقال عن إرادة الشعب وعن إرادة الجماهير في صورة مؤسسات دولة يمتلكها الشعب ولا تمتلكها عائلة أو يمتلكها الفرد. لكن يعني ما تتفضل بالحديث عن وما تعيشه البلاد الآن، هل يمكن أن نقول أن يعني في نهاية المطاف الفعل السلمي كان مستمرا، استمر لفترة من الزمن، لكن الآن ما تعيشه البلاد مسار مختلف، مسار مسلح. باعتبارك عقيد في الجيش اليمني، كيف تحول المسار الذي تعيشه البلاد أو انحرف إن صح التعبير كما يقول كثيرون؟ أخي العزيز، يجب أن نفهم ويفهم الأخ المشاهد أن ثورة فبراير جاءت برئيس منتخب وحكومة وفاق، كانت هذه الحكومة أنجح وأفضل حكومة قد جاءت في تاريخ اليمن، استطاعت خلال سنتين أن تنتقل باليمن انتقالا نوعيا، استعادت ميناء عدن من شركة موانئ دبي، استعادت شركة سعر الغاز الذي كان يباع بعشر السعر العالمي إلى السعر العالمي، استطاعت أن توظف عشرات الآلاف من الشباب، استطاعت أن تستعيد للموظف حقوقه، واستطاعت أن تستعيد علاواته ورفعت المرتبات. استطاعت هذه الثورة أن تعيد للشعب حريته وكرامته، ولم تسفك دم ولم تسجن أحد من اليمنيين، لم تنهب مال أحد، لم تهتك كرامة أحد، لم تصادر حرية أحد، لم تجعل في ناس عبدا أو سيد، جاءت لتبحث عن وطن، وتوجت هذا بعد ذلك كله بمخرجات الحوار الوطني، حيث اجتمع اليمنيون جميعهم بكل مشاربهم السياسية وخرجوا بأهم وثيقة تاريخية في تاريخ اليمن، وهي وثيقة الحوار الوطني. كل هذه إنجازات ثورة فبراير، استطاعت أن تعيد للشعب اليمني حريته وكرامته، وهذا هو الأفضل. فانحرف المسار، كيف انحرف المسار؟ بعد أن كنا قاب قوسين أو أدنى من انتخابات رئاسية وانتخابات نيابية والاستفتاء على مسودة الدستور النهائي الذي شكلت لجنة لصياغته، انقلب وتحالف للأسف الشديد نظام علي عبد الله صالح
ومع الحوثيين وانقلبوا على كل هذا، على كل شيء. انقلبوا على فبراير، انقلبوا على سبتمبر وعلى الجمهورية، انقلبوا على كل مؤسسات الدولة. وتكالبت هذه الدكتاتوريات مع الإماميين، تكالبوا على ثورة فبراير لتعبيد اليمنيين وإعادتهم إلى الوراء وإلى الخلف 50 عاما. فحولت، جاءت نكبة 21 سبتمبر الذي جاء بها الحوثيون الإماميون، حولت الحدائق إلى مقابر، وحولت دور العلم إلى سجون، وحولت وأحلت سفك دم اليمنيين، وأحلت أموالهم وأعراضهم وأراضيهم. حولت اليمن الكبير، حولتهم إلى عبيد، حولت اليمني إلى عبيد، وحولت القرود إلى سادة. استبدلت النور بالظلام والعلم بالجهل، أهدرت الكرامات وسلبت آدمية اليمنيين وصادرت حرياتهم وكرامتهم. جاءت فبراير من أجل الحق، وجاءت نكبة الحوثيين من أجل الباطل. هذا الذي يجب أن يعلمه اليمنيون، أن 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 فبراير جاءت من أجل الحياة ومن أجل النور، وجاء الحوثيون بعد ذلك وانقلبوا على كل شيء، وجاءوا بهذا الظلام، وجاءوا بالجهل واستبدلوا بالعلم الجهل، واستبدلوا حتى بالحدائق كما ذكرت لك إلى قبور. أخرجوا الأطفال وأخرجوا الطلاب وأخرجوا التلاميذ من المدارس وحولوهم إلى المتارس. ولهذا على الشعب الذي نراهن على وعيها اليوم أن يفهم ماذا جاءت به فبراير وماذا جاءت به نكبة الحوثيين. تفضل بالبقاء معنا سيادة العقيد، وإن كنت اليوم جئت باللباس المدني في إشارة ربما إلى الثورة وسلميتها، وهذا ما دفعني في بداية الحديث إلى مخاطبتك سيد الذيفاني. سيادة العقيد تفضل بالبقاء معنا. أرحب بمن تنضم إلينا، سيدة نجلاء العمري الكاتبة والشاعرة عبر السكايب من نيويورك. أهلا بك سيدة العمري. يعني التساؤل الذي يخطر في البال الآن، أنتم كشباب فبراير، لماذا لازلتم تحتفلون بالثورة رغم ما وصلت إليه البلاد اليوم من دمار، حرب والدم اليمني الذي يسفك الآن؟ نحتفل بفبراير لنذكر بالتضحيات التي لازالت مستمرة حتى اليوم، منذ بداية فبراير وحتى اليوم. ونحتفل بفبراير لأنه هو عيد ميلاد لكل يمني. فبراير بالنسبة لشباب فبراير مختلف كثيرا عمن يراه من الخارج. نحن أدركنا تماما كيف قامت هذه الثورة بلملمة اليمنيين، وكيف استطاعت أن تجعلهم يقفون في مربع واحد وأن ينطلقون من منطلقات واحدة. وأدركنا تماما أنها لو استمرت بتلك الوتيرة وبتلك الطريقة أنها كانت قادرة بنقل اليمن نقلة قوية جدا، وكانت قادرة على تغيير الوضع بشكل جذري. لكن يعني الآن، إلى الآن هل كانت هناك مراجعات يعني لنقل حقيقية على المستوى الجماعي ربما للثوار لمسار الثورة، للمآلات الحالية التي حصلت من وجهة نظرك ومن خلال متابعتك؟ دعني أقول لك مبدئيا بأن حالة التوثب الدائمة الآن ضد الثورة وضد 11 فبراير هي حالة من حالات أو محاولة لطمس معالم هذه الثورة، نوع من أنواع الحرب التي هي مستمرة الآن بين عدة قوى، من بينها قوى التغيير وقوى محاولة الانتكاس إلى الرجوع إلى الماضي وعادة الإمامة. فإذا نحن الآن نتحدث عن هذه الثورة من عدة منطلقات. المنطلق الأول أن هناك ثورة هي قامت لإحداث تغيير. التغيير هذا لم يكن مدروس، لأن هؤلاء مجموعة قوى شبابية لم تكن في بدايتها لم تكن مرتبة ومنظمة، وبالتالي طبيعي جدا أن يحدث ما يحدث من بعد هذه الثورة. القضية هي أنه إحنا لدينا مجتمع الوعي فيه ضعيف، لدينا محاولة للانتقال من وضع إلى وضع، هو يعتقد أنه كان يعيش في حالة من الاستقرار، من الأمان، من الكمون الذي هو أصلاً كمون مؤلم وموجع.
إذا أتينا نتذكر قبل الثورة كيف كان الوضع في اليمن، كنا سنرى كثير من الانتقادات من الناس بكل أشكالها، حتى المؤتمريين وغيرهم كانوا يعرفون أن هناك حالة من الاندثار تذهب إليها اليمن. أتت الثورة لتقوم بهذه القلقلة، نحن بحاجة لهذه القلقلة. ليس مطلوب من الثورة أن تقدم نظام متكامل أو خطة كاملة للخروج بالبلد إلى طريق مفتوح. المطلوب من الثورة أن تعمل حالة من العصف، تجعل كل هذه الأمراض والآلام والأوجاع تظهر إلى السطح كما حدث الآن، لأنه كان لدينا سرطان في جسم اليمن وهو سرطان الإمامة، وكان مستمر وظهر باسم الحوثيين، وكان لدينا أيضا سرطان آخر يتكلم باسم الجمهورية، وكان هو علي عبد الله صالح الذي عمل على خلخلة البنية التحتية للبلد خلال 30 سنة. وبالتالي هذه الثورة هي نتيجة طبيعية لكل ما حدث ولكل ما كان موجود ظهر على السطح. الناس كانوا يعتقدون أنه غير موجود لأنه لا يوجد وعي بس، أو لأنهم يريدون أن يعيشوا حالة من السلام، وحتى وإن كانت في أقل مستوياتها وفي الدرك الأسفل. وهذا هو الخلل. الآن نحن في حالة صحية، حتى وإن كنا نتألم ونتوجع وتسيل الدماء وتحدث الحروب، ربما لو كانت ثورة غير سلمية كان كل هذه الدماء ستسيل في أول يوم، وكان سيحدث النقلة الثورية المطلوبة، وإن كانت ستأخذ ربما بعد يعني أيضا مؤلم. ولكن قامت الثورة بطريقة سلمية، حمل الثورة مجموعة شباب لديهم أفكار ولديهم اعتقادات بأنهم يستطيعون أن ينتقلوا بهذا البلد إلى الأفضل. هناك ضعف نتفق على ذلك، وهذا ما يجب أن يقوم به الثوار يوما بعد يوم فيما يتعلق بالمراجعات. أين كان إن كانت من الضعف؟ أنت خرجت في ثورة ثم استخدمت نفس أساليب النظام السابق في إدارتها، وهذا كان أخطر ما حدث. بينما كان أول شهور بالنسبة للثورة كانت عبارة حالة من الغيبوبة، كان صالح لا يدرك ماذا يحدث، وكان هذا هو الصح، أن تكون هناك حالة من الفوضى تجعل الأطراف غير قادرة على إدارتها. عندما تدخلت النظم السياسية التي تنهج نفس منهج صالح وقامت بنفس الطرق في خلخلة بناء الثورة الأولية التي كانت ضعيفة وهشة، ولكنها كانت لديها عزيمة ولديهم همة، لا يوجد خطط ولكن توجد روح، وهذه الروح هي التي ستنتقل بفبراير من وضع إلى وضع ومن حالة إلى حالة مثل ما فعلت سبتمبر، حتى نصل إلى الوضع الأمثل لبناء اليمن الجديد والحدوث النهضة. طيب، هذه نقطة جدلية، لذلك سأسأل سيدة العمري، لذلك سأسأل سيادة العقيد عليها، يعني ما رأيك؟ البعض يقول هي هذه الثورة التي وعدتمونا بها، يعني الأمور كانت سابرة والمهد جاء بعد ذلك، ما رأيك بهذا الكلام سيادة العقيد؟ الذين خرجوا في فبراير من الشباب الطاهر النقي لم يحاولوا بقدر استطاعتهم، وهم بشر، ثم جاءت بعد هذا الخروج جاءت الأحزاب السياسية، جاءت فئات من الجيش، جاءت قبائل اليمن، جاءت جموع الناس يعني منضمة إلى هذه الثورة. لا يوجد ثورة في العالم لا يوجد بها أخطاء، ولكنها عمل إنساني وعمل بشري، وكيف بعد ذلك كيف تقيم نفسها وتقوم نفسها وتعالج الأخطاء. ما خرجت به ثورة فبراير هي خرجت بحكومة وفاق يا أخي، وفاق وطني وشراكة من كل فئات الشعب والأحزاب السياسية، وخرجت بوثيقة، أهم وثيقة تاريخية، وهي وثيقة الحوار الوطني التي على ضوءها سوف تبنى الدولة المدنية، الدولة الحديثة التي هي مطلب كل اليمنيين، مطلب كل اليمنيين بكل اختلاف مشاربهم. هذه الثورة الذي يقول البعض اليوم أنها يعني كانت نكبة على اليمنيين، ولا لم تكن نكبة،
إنما جاءت لليمنيين بكل يعني بكل خير، وضحى أظهر الشباب من أجل أن يخرج اليمنيون من بوتقة الاستبداد والحكم الفردي والحكم العائلي إلى الدولة المدنية، الدولة العادلة التي تقوم على أساس قيم العدل والمواطنة المتساوية. الذين جاءوا بعد ذلك كإنقلابيين من أصحاب المشروع الانتقامي والمشروع الإمامي السلالي هم الذين وكانوا مدعومين، للأسف الشديد كانوا مدعومين من قوى الثورة المضادة في الإقليم وفي ومن الدول الدكتاتورية من أجل أن يخضعوا الشعب اليمني ويحرفوا مسار الثورة. فعلا استطاعوا أن يوجدوا هذه العراقيل الكبيرة والعواصف والأحداث التي أعاقت ثورة الشعب وحرفوا مسارها، لكنني أؤكد من خلال قناتكم هذا أن الشعب سيناضل، وأن الشعب الذي خاض جولة سلمية وهو الآن يخوض جولة مسلحة جنبا إلى جنب مع الجيش الوطني أنه سيخرج في النهاية منتصرا، وما على قوة الثورة المضادة والإماميين السلاليين إلا أن سيندحرون. وأنا أستغل هذه الفرصة إلى أخواننا في المؤتمر الشعبي العام وبقية الإخوة أن نوحد الصف وأن نكون اليوم صفاً واحداً، الصف الجمهوري الذي جاء الحوثيون لينقلبوا عليه. هم لم ينقلبوا على ثورة فبراير فقط، إنما انقلبوا على فبراير وانقلبوا على سبتمبر وانقلبوا على أكتوبر وانقلبوا على المشروع الوطني برمته الذي نحن اليوم مطالبون جميعاً أن نصف الصف الجمهوري من أجل أن نناهض قوى الإمامة وقوى التخلف وقوى الكهنوت في صف واحد وفي خندق واحد للقضاء عليها بإذن الله. طيب يعني بسؤال أخير سيادة العقيد، الآن هل برأيك يعني وأنت تدعو المؤتمر الشعبي الذي كان حزب السلطة في وقت الثورة، لكن قبل ذلك هل قوى فبراير الآن متوحدة؟ بسؤال أخير. أنا أؤكد لك أن قوى فبراير في شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه متوحدة وعلى قلب رجل واحد، ولا يعتقد البعض أن تلك الخيمتين أو الثلاث الخيام التي جاءت باسم شباب الصمود الحوثيين أنها كانت من ضمن قوى فبراير. الحوثيون حينما دخلوا إلى الساحة باعتبارهم كنا نعتبرهم على أنهم يمنيين، ومن حق الجميع أن يشارك ومن حق الجميع أن يدخل في هذه الساحة، وليس من حقنا أن نمنع أحدا، لكنهم لم يدخلوا من أجل بناء دولة وليس من أجل إنشاء دولة حديثة، إنما جاءوا من أجل إسقاط النظام الجمهوري وليس من إسقاط النظام في تلك الفترة. جاءوا بمشروع آخر، مشروع التمدد الفارسي، التمدد الإيراني على حساب المشروع الوطني وعلى حساب اليمنيين. أنا أؤكد لك أن جميع قوى فبراير اليوم من جيش ومن شباب ومن قبائل ومن رجال ومن نساء أنهم على قلب رجل واحد، وسينتصر هذا المشروع الوطني الكبير الذي نطالب اليوم ببقية الأخوة الذين كانوا في 2011 ضد مشروع الدولة أن يكونوا اليوم في هذا الصف، لنتعاون جميعا على القضاء على فلول الإمام وعلى مشروعه البغيض المتخلف الرجعي الممتد من المشروع الإيراني، وأن ننتصر لمشروعنا الوطني، مشروع سبتمبر ومشروع فبراير ومشروع أكتوبر ومشروع الأحرار والشرفاء في هذا البلد، ومشروع المشروع الذي ناضل من أجله اليمنيون طوال مئات السنين. أشكرك سيادة العقيد عنتر الذيفاني ضابط في الجيش الوطني، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. وقبل العودة إلى السيدة نجلاء العمري عبر سكايب من نيويورك، أرحب بالسادة المشاهدين بالسيد وليد الأبارة الكاتب والباحث الذي ينضم لنا عبر الهاتف من القاهرة. أرحب بك مرة أخرى سيد الأبارة. في سياق الحديث عن يعني ونحن بصدد يعني الذكرى التاسعة لثورة 11 من فبراير، بتقييمك كأحد شباب الثورة، ما هو موقع ثورة فبراير اليوم من كل ما يحدث في اليمن؟ مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين، وأولا أبدأ حديثي بالترحم على شهداء فبراير. ما أود أن أقوله أن فبراير كان لها هدفان استراتيجيان، وهما أولا إزاحة
صالح من السلطة الذي ظل يحتكرها لمدة 33 عاما، وأيضا بناء نظام ديمقراطي تداولي سلمي يعيد الوحدة الوطنية ولنسيج الاجتماعي الاعتبار بعد أن عانى اليمنيون طوال 4 أو 3 حقب الكثير من الحروب البينية والداخلية تحت دوافع كانت أغلبها سياسية. استطاعت فبراير إنجاز هدفها الأول، ولكنها لم تستطع أن تنجز هدفها الآخر وهو بناء نظام ديمقراطي تداولي، بسبب أن الحوثيين وقفوا عائقا أمام بناء الدولة الحديثة وبناء نظام ديمقراطي يتم الاحتكام فيه لأصوات الشعب لاختيار ممثليهم في كافة السلطات. وبالتالي أود أن في هذه المناسبة أن محاولة إعادة فرز المجتمع اليمني هذا الضغط على من مع فبراير أو من ضد فبراير، أعتقد أن هذا قد تجاوزه الزمن، لأن صلاح ذهب ورحل نظامه هذا مبدئيا. الآن يجب أن يكون الفرز مختلف تماما، من مع الجمهورية والدولة ومن مع اليمن ووحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ومن مع الحوثيين والتدخل الإيراني في اليمن. هذا هو الفرز الذي يجب أن يتشكل في ظل هذا الظرف. صحيح أن هناك تباينات داخل الصف الجمهوري بشكل عام وداخل قوى التغيير بخلفياتها الأيديولوجية والسياسية المتعددة. هذا التباين والتعدد هو إثراء لليمن المتنوع والمتعدد، وهو أصلا القاعدة الصلبة للنظام الجمهوري الذي يقوم على البناء على الآخر، وأيضا على التنوع والتعدد وحرية التعبير والحريات العامة والشخصية. وبالتالي محاولة فندقة اليمن داخل قالب معين في هذا الظرف التاريخي وخطير جدا. نحن ندرك على أن الإمامة لا تستطيع أن تعود إلا حينما يتشرذم اليمنيين. في مثل هذا الظرف التاريخي نحن بحاجة لتوحيد الصف الجمهوري شمالا وجنوبا. نحن محتاجون أيضا أن ندعو وأن نقدم خطاب عقلاني، ذلك هو سمة الثورات التنويرية، العقلانية وأيضا التسامح. التسامح ليس مع أولئك القتلة ولا مع أولئك الذين يزعمون بأن لهم الأحقية في الحكم، ولا يجب أبدا الحياد فيما يتعلق بأن الجمهورية تعني السلطة للشعب وأنه صاحب السلطة أبدا، وهو الذي يجب أن يختار من يمثل من يحكمه، وهو الذي يستطيع أن يعزلهم ويحاسبهم أيضا عبر سلطاته القضائية وعبر سلطته الأولى البرلمان، السلطة الأولى للشعب. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا يجب أيضا التصدي بحزم لمحاولة الإمامة. هناك أصوات للأسف الشديد أسميها الصخور الفبراريون، أو الذين يحاولون استصدار أو تبني خطاب عدائي ضمن قضايا بينية أو سهرية ذات طابع ماضوي. أقول على أنه على الثورة في هذه المرحلة كقوة اجتماعية ناهضة ومعبرة عن أغلب فئات المجتمع، لأن فبراير هي حصيلة للمجتمع، كل المجتمع تقريبا باستثناء من يعتقدون بأن لهم الأحقية في السلطة، أولئك الذين كانوا يستغلون أو مستفيدون من بقاء النظام السابق. وبالتالي بما أن هذه الثورة تعبر عن أغلب فئات المجتمع، فيجب عليها أن تتبنى العقلانية وأن تتبنى الخطاب التنويري، وأن يكون خطابها وأدبياتها وجهازها المفاهيمي، وهذه نقطة مهمة جدا، جهازها المفاهيمي مكرس بأن السلطة من كل الشعب، وبأن العقد الاجتماعي هو أعلى المراجع التي يمكن أن يستند إليها المجتمع في حل خلافته وفي إدارة مؤسساته الدستورية والخدمية إلى آخره. لا أحد يزعم أيضا أن كل أولئك القوى التي شاركت في فبراير أنها مع التغيير ومع الدولة. نحن ندرك على أن الكثير من القوى التي التحقت في فبراير بعضها كان هربا من النظام السابق، بعضها كان يريد أيضا أن يختبئ خلف مشاريع خاصة، وبعضها إقليمية أيضا. كان هناك أيضا قوى أيضا وطنية تريد بالفعل إعادة الاعتبار للمواطن المسحوق، إعادة الاعتبار للوحدة الوطنية، إعادة الاعتبار للمواطنة. كما الكثير من شباب الثورة يأملون
بأن يتم مساواتهم أو أن يكون لهم فرص فيما يتعلق فرص الحياة، فرص التعيين في الوظيفة العامة، فرص الترقي في الوظائف السياسية، فرص أيضا الدخول للبرلمان والدوائر السياسية مثل الفرص التي كانت متاحة حينها مع ابن الشيخ ومع ابن السيد ومع ابن الفندم. هذا ما كان يتوق له الغالبية من شباب اليمن. يجب أن يظل هذا الخطاب وأن تظل تلك الأهداف السامية كأساس صلب تسير عليها كل قوى التغيير، ليس فقط قوى فبراير. هناك ندرك أيضا أن الكثير من وصل تسلق الكثير عبر قوى فبراير للأسف الشديد، ويقدمون خطاب غوغائي، خطاب أيضا يكرس السلطة في يد جهة معينة، أو أنه يكرس خطاب إقصائي، أو يحاول أن يحتكر الثورة وأدبياتها في مصلحة طرف سياسي معين أو طرف مذهبي معين، وهذا خطأ جسيم جدا. نحن ندرك على أن الخيار الأمثل للثورة وأن غاياتها الإنسانية كانت بناء دولة قانون، بناء دولة مواطنة، ونحن نتفهم أيضا أولئك الذين وقفوا على الطرف الآخر، وندعوهم أيضا إلى إعادة الاعتبار للصف للجمهورية التي أفرغت من معانيها، وعلى أن فبراير ليست نقيضا أبدا لسبتمبر وأكتوبر، وإنما مولودة من رحمهما أيضا لك. وهي تجسيدا وحاملة لأدبياتهم السياسية وهدفها وغاياتها ما عجزت عنه سبتمبر وأكتوبر في تحقيقهما، وخصوصا بناء جيش وطني وبناء دولة عادلة. أشكرك إذن السيد وليد الأبارة، هذا ما أرادت فبراير أن تنجزه. أشكرك إذن سيد وليد الأبارة الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة في هذه الحلقة. أعود إليك سيدة نجلاء العمري في سياق الحديث عن الآن الوضع الآن بشكل عام، أو بالأصح المنتج أو من وصل إلى السلطة بعد ثورة فبراير كان الرئيس عبد الرب منصور هادي، هناك نخب سياسية أيضا كانت موجودة، ما مسؤوليتهم الآن؟ ما مسؤولية هذه والنخب التقليدية في الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم بالوضع الذي نعايشه الآن؟ أعتقد أنها مسؤولية كبيرة ومباشرة. هذه النخب أو هؤلاء المسؤولين هم للأسف من مخرجات النظام السابق، تحولوا إلى مرحلة جديدة، ولكنهم لم يدركوا أن لها أدوات مختلفة. هذا الضعف فيما يتعلق بوجود الشخص المطلوب من التغيير وهو لا يدرك أدوات التغيير. فنحن كيمنيين وقعنا في هذه الورطة، تم التعامل مع الثورة على أنها مجرد إصلاحات سياسية في بدايتها، وبالتالي تم ابتسار الثورة وتم تقليص الروح القوية التي بدأت بها والطاقات، وهذا كانت مصيبة وكارثة. بعد ذلك تم التعامل مع الوضع الأوضاع وكل المخرجات التي وصلنا إليها بنفس طريقة نظام علي عبد الله صالح، لا نجد هناك فروق. فهناك الكثير من الضعف، لا يوجد إمكانات وكفاءات، لا توجد قوة في التعامل مع القرارات المصيرية، سواء كانت قرارات داخلية أو كانت قرارات خارجية. فنحن لا نزال مأسورين لثلاثين سنة من وأكثر من حكم علي عبد الله صالح، قام من خلالها بإعادة تشكيل البنية التحتية للبلد والبنية الذاتية للبشر أيضا، والمكونات كأحزاب وسياسيين ومن ما كانوا، ولكن الذي يحدث أنه بيتم التعامل مع الأوضاع بنفس الطريقة السابقة، وإن كانت في هناك محاولات ولكنها محاولات ضعيفة للابتكار والجدة والقوة في التعامل مع الوضع بطريقة مختلفة. إلى جانب أن وضع اليمن كمنطقة حساسة تجعل العملية صعبة على من ليس لديه التصورات المستقبلية، لكن أنا أقول أن اليمن بحاجة إلى الثورة الفبرايرية القديمة أن تستمر بأطر مختلفة، لأنه الثورة هي بدأت
ولكنها لم تستمر، هي توقفت بمجرد دخول العمل السياسي، دخول المنضمين إلى الثورة في أطر أخرى ليس لها علاقة بالثورة أساساً، أطر المصالحة والسياسة والتدخلات الدولية الخارجية التي لا تسير في السياقات الذي قرر لها فبراير. فنحن بحاجة إلى استعادة فبراير أولاً، وبحاجة أن ننطلق من منطلقاته، وأن يكون له أشخاصه ورجاله ونساءه، وبعد ذلك سنستطيع أن نحاكم الثورة أو طيب نستطيع أن في هذا السياق، في هذا السياق سيد العمري، دعنا نشك معنا في الحوار السيد مدرم أبو سراج الذي انضم لنا الآن عبر الأقمار الصناعية من عدن. أرحب بك سيد أبو سراج. يعني في سياق الحديث عن ثورة فبراير، قبل العودة إلى تلك النقطة التي أشارت إليها السيد العمري، بداية وبما أنك تتحدث الآن من عدن، هل كانت ثورة فبراير امتداد للحراك الجنوبي الذي بدأ في 2007؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أني شباب العربي والشعوب العربية والشعوب العربية تحديدا لانطلاق الثورات العربية أو الثورات الربيع العربي في عدة دول عربية منها تونس ومصر واليمن وسوريا، والربيع الآخر للثورات العربية الذي هو مر على السودان والجزائر والعراق ولبنان. صحيح هناك امتداد ما بين ثورة الشباب وثورة الحراك الجنوبي، وذلك في تقارير عديدة دولية تحدثت عن ذلك شيء، باعتبار أن الحراك الجنوبي هو الذي هو كان باكورة ورمز النضال السلمي، وقد اتخذت كثير من الثورات العربية ذلك النهج وذلك النموذج الذي انتهجه الحراك الجنوبي منذ انطلاقه. ولذلك كانت ثورات الربيع العربي تستشهد في الحراك الجنوبي باعتباره هو أحد الثورات أو أحد النضالات السلمية التي تجسدت لإسقاط الأنظمة القمعية التي تمتلك كل آلات الحرب وآلات القمع والسجون والمعتقلات والزنازين والإمكانيات المالية وغيرها، ولكن انتهجوا في إطار النضال السلمي التحرري في صدور عارية في الشوارع، خرجوا من شباب ونساء وأطفال، وكانت ذلك تبرولت بعد الحراك الجنوبي الذي انطلق، تبرولت في ثورة الشباب في فبراير في صنعاء وفي القاهرة وفي تونس وفي سوريا، ولكن هناك الأنظمة القمعية، الأنظمة التآمرية الإقليمية التي عملت منذ وقت مبكر لإفراغ هذا النموذج السليم الجيد الممتاز الذي يفتخر به العالم، عالمنا العربي، ويفتخر به اليمنيين كنموذج انطلق من عدن، نظام سلمي، ولكن تلك الأيادي القدرة حاولت أن تعبث بتلك الثورات لتخرجها من إطارها وأهدافها لتحولها إلى ثورات عنف، وذلك ما نشهده الآن في الحراك الجنوبي، بعض يتمخض عن استخدام العنف والأسلحة وغير ذلك، ونفس الشيء استخدم الآن في صنعاء واستخدم في سوريا، ولكن نجت منها ثورة الأم وهي الثورة التي انطلقت في تونس، وهي ثورة مباركة وتعد الآن هي نموذج جيد ويقتدوا بها العرب ويقتدوا بها العالم أجمعه. في شيء يعني آخر في هذا الحديث، في هذا السياق، عفوا سيد أبو سراج، دعني أعود إلى السيد ممكن ممكن العمر، يعني ممكن 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 تفضل. ممكن أشير على تعليق عن أنا أختلف مع الأخت نجلاء إن الثورات ما زالت مستمرة، ومخطئ من يقيس أعمار الشعوب وأعمار الثورات الشعوب بعمره الشخصي، الثورات تستمر إلى عشرات السنين، وعندنا نموذجات آخر، ثورة الأم المباركة، ثورة الشعب الفرنسي الذي كانت هي أم الثورات احتاجت إلى عشرات السنين، ويمكن أكثر من 40 أو 50 أو 70 عام. وهناك نموذج آخر، الثورة الأمريكية عندما انطلقت لم تولد في يوم أو ليلة أو في شهر أو في سنة، ولكن لا نقيس أعمار الثورات وأعمار الشعوب بأعمارنا نحن الشخصي، ولكن ما زالت الثورات مستمرة، وما يؤكد ذلك عندما تنخفض الثورة في هذه المنطقة تشتعل في منطقة أخرى، والآن ثورة الربيع العربي عادت مستمرة، وهي الآن في السودان، وهي الآن في الجزائر، وهي الآن في العراق ولبنان، وغدا ستكون في أبو ظبي ودبي وغيرها من المناطق. باعتبار ما تفضلت بالحديث عن السيد أبو سراج،
باعتبار ما تفضلت عن سيد أبو سراج، أسألك سيد نجلاء العمر، يعني في سياق الحديث عن التجربة الآن، هناك الكثير ممن يطرح لماذا، يعني هناك من يشارك من ثوار فبراير في السلطة الآن في بعض المناصب وكذا، إذن أين هو التغيير الذي حدث؟ أين هي الإشكالية من وجهة نظرك؟ أنا لا أرى أن هناك تغيير قد حدث. نحن نتحدث عن تغيير جذري تقوم به الثورات، وعندما كان مطلوب من ثورة فبراير أن تقوم به، أقصد أنها لم يكن المطلوب تغيير علي عبد الله صالح، ولكن كان المطلوب هو تغيير النظام برمته. لكن هذه عملية صعبة وعملية تتكلف الكثير من الدماء، والثورة ثورة فبراير اتبعت الثورة السلمية، والتي لن تستطيع من خلالها أن تقوم بهذا الفعل الجذري في التغيير. فالذي تم هو عبارة عن محاولة للانتقال التكتيكي، مراحل لكي يتم بعدها الوصول إلى القدرة على بناء الدولة المدنية. لكن نحن مثل ما ذكرت لك مسبقا استخدمنا نفس الأدوات السابقة. أنت الآن تشرك شباب فبراير، ولو كان لو تم ذلك بشكل صحي، بحيث أنه يعطى لهم صلاحيات ويكون لهم قدرات وهم في أماكنهم ككفاءات، بالتأكيد أن هذا العمل سينتج. لكن إذا تم ذلك من خلال المحاصصة ومن خلال أنه فقط ديكور، هذه هي المشكلة الآن، مثل ما كان يتم مع النساء من قبل، فقط ديكور توضع في مكان معين لكنها ليس لديها القدرة ولا الصلاحية ولا السلطة يعني في أن تنتج وفقا لطريقتها في العمل وتفكيرها وثقافتها. فالذي يحدث اليوم هو أن احنا لازلنا متمسكين بثقافة نظام علي عبد الله صالح في إدارة الدولة وفي إدارة الحرب وفي إدارة علاقاتنا الخارجية وفي كل شيء. نحن لم نقم حتى اليوم بإدارة العمل بطريقة وعقلية الثورة التي تقوم بالتغيير الشامل والجذري. نحن نتكلم اليوم عن دخولنا في حرب ضد الإنقلابيين، ولكن هذه الحرب لم تكن لتستمر كل هذه السنوات لو كانت هناك عقلية وروح الثورة الحقيقية التي تعمل من منطلق بناء الوطن وليس من منطلق المكتسبات والمصالح والمشكلات الكبرى هذه التي نحن سقطنا فيها. الآن نحن بين فكي كماشة، بين الحوثيين الذين يحاولون استرداد الإمامة واسترجاع الكهنوتية، وبين السلطة الشرعية التي تقوم بإدارة البلد وبإدارة المخرجات التي كانت مخرجات لا بأس بها في تلك المرحلة، ولكنها تديرها بنفس المنطق وبنفس العقلية، وهذا هي الخلل. وشكرا لك سيدة نجلاء العمر الكاتبة والشاعرة، كنت معنا عبر السكايب من نيويورك. إذن الوضع الذي تعيشه البلاد الآن، الذي تعيشه الثورة سيد أبو سراج، كيف يمكن الخروج من إلى وضع أفضل لتحقيق ما كان يعني للاستمرار بهذه الثورة كما تقول، باعتبار أن الثورة لم تنتهي كما قلت؟ هل تسمعني سيد أبو سراج؟ ألو، لا أسمعكم سيد أبو سراج. سيد أبو سراج، يبدو أن هناك خلل في وصول الصوت إلى سيد مدرم أبو سراج من المصدر. نحن نحاول العمل إذن على حل هذه الإشكالية. عاد إلينا السيد مدرم، يبدو أن هناك إشكالية إلى حين ذلك. يعني كان معنا في هذه الحلقة سادة المشاهدين سيد العقيد عنتر الضيفاني، تحدث عن إذن ما المسار الذي وصلت إليه الثورة، ما كانت أسبابها خلال هذه خلال اندلاعها، وما وصلت إليه إلى الآن. تحدث أيضا عن الوضع الذي كانت تعيشه البلاد والأسباب التي دفعت إلى هذه الثورة، كيف كانت، والانتقادات التي توجه إليها أن الوضع كان جيدا لكن
لماذا قمتم بما قمتم فيه؟ تحدث سيادة العقيد عنتر الضيفاني عن ذلك. كان معنا أيضا الكاتب والباحث وليد الأبار، وكذا السيدة نجلاء العمري الكاتبة والشاعرة عبر سكايب من نيويورك. إذا مشاهدينا الكرام، نصل الآن إلى ختام هذه الحلقة من المساء اليمني. في ختامها تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.